دايما بنسمع ان في مشاكل في زراعه الصحراء، طبيعي ان احنا نشوف عبارات مختلفه. استخدام معالج المياه المغناطيسي، بعد ما كنا بنقول نماذج، النهارده تعالوا ما اوريكم مشاريع نجحت، تعالوا ما اقول لكم ان احنا بقينا على ارض الواقع موجودين منتشرين. الوضع هنا كان صعب، طبعا كان في نسبة صخور عالية جدا في قلب الأرض، الأرض كالسية، طبعا نسبة الأملاح تعدي 3000 بي بي ام. طبعا الوضع كان غير، يعني غير مستقر أصلا في الزراعة. سمعنا النهاردة عن شركة دلتا ووتر عاملة لنا الجهاز المغناطة، طبعا ما رضيتش أجربها على الزيتون عشان الزيتون مش هيبان النتائج بتاعته معايا من النهاردة، هيبان معايا نتائج على فترات بعيدة. فبدأت النهاردة أزرع بقى الخص اللي هو هيشوف تأثيره إيه، على مرحله جديده، اخش على مرحله جديده اللي هو الخاص. لا الحمد لله الخاص لا نجح معايا نجاح محترم. نتائج المعالجه المغناطيسيه اللي تمت على اشجار الزيتون في بعض المزارع، وان شاء الله هيتم تعميمها على جميع المزارع، اثبتت فعاليتها فعلا، يعني من حيث الشجره ومن حيث البرامج الجديدة ومن حيث الإنتاج كإنتاج على حبة الثمرة نفسها، بان عليها معالجة بالتقنية المغناطيسية. طبعا أجهزة دلتا ووتر دي يرجع طبعا الشركة يرجع لها الفضل الكبير، علشان احنا قارنا في شركات كتير معالجة المغناطيسية كانت أفضل الشركات شركة دلتا ووتر. احنا الاول طبعا عشان تجيب تكعيبه وتجيب شتله وتزرع وتعمل، ده طبعا تكلفه عاليه، ايوه، واسعار الشتلات عاليه، وحضرتك عارف اسعار التكعيبه عاليه كمان، فطبعا ده كله كان مصروف عليا. ففي النهايه قلعت لان ما مشيش معايا، ما كنتش. ايه السبب ان هو ما مشيش بقى؟ الملاح، ملح، ميه ملح، ميه هنا ملح. لما ركبنا الجهاز ابتديت تتعامل مع الارض ازاي بقى؟ ايه نوع المحاصيل اللي انت زرعته؟ تمام. التسميد اختلف؟ تمام. انا دلوقتي زرعت الجوافه اول شيء. دي جوافه. دي جوافه. الجوافة ما شاء الله أكبر، يعني لما نيجي نقول ديت عمرها 7 أشهر ما تبقاش بالحجم ده. طبعا ديت أرض إخواتي اللي هي المحصول الجوافة دوت، وهم لسه يعني على التعب اللي انتوا شايفينه دوت بيفكروا إن هم يعني إيه يركبوا جهاز زي اللي هي فيها جنبي زرعين قبل ال3 سنين. طبعا لو انتوا بصيتوا للشجرة تلاقوا الشجر تعبان وحالته تعبانة، فطبعا هم لما شافوا الفرق بعد ما أنا ركبت الجهاز من 7 أشهر بدأوا هم دلوقتي يفكروا إن هم يجيبوا الجهاز، بحيث ان هم يشوفوا نتيجه افضل من كده، لان طبعا الملوحه عندهم مبهدله الدنيا.